هكذا تنبأ زكريا النبي قائلا: ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هوذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار جحش ابن أتان. فكان اليهود منتظرين لهذه النبوة، منتظرين الملك الذي يملك على كرسي ويخلص إسرائيل من العبودية. لذلك نراهم يستقبلون المسيح في مشهد بديع قال عنه البشير متى: والجمع الأكثر فرشوا ثيابهم في الطريق، وآخرين قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق، والجموع الذين تقدموا والذين تبعوه كانوا يصرخون قائلين: أصنى أصنى لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب، أصنى في الأعالي. ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة قائلة: من هذا؟ فقالت الجموع: هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. هكذا انتظر اليهود المسيح الملك الذي يملك على كرسي، ولكنه جاء ليكون ملكا على قلوبنا.